أعلن نادي ليفربول الإنجليزي توقيع النجم الدولي المصري محمد صلاح على عقد طويل المدى مع النادي. وعبر الموقع الرسمي لريدز أعرب صلاح عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، لافتا إلى تطلعه للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي، ذلك من خلال التركيز على الاستحقاقات المقبلة للفريق. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بأن عقد صلاح الجديد مع ليفربول يمتد حتى عام 2025.